اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا وصله كشف الكذب والادعاء على الاهلي وتاريخه ومحاوله تشويه رموزه وحتى محاوله الاساءه الى بطولاته، وعرضنا بالتفصيل كل اللي انتم شفتوه قبل كده. لكن لما يتحول الامر الى انه حريه التطاول على الاهلي توصف بانها ده حريه تعبير، وهنا على فكره من المفارقه ان كل المتداخلين في الازمه اللي احنا عمالين نتكلم فيها كلهم ابناء كليه واحده انا بعتز بيها، كليه الاعلام، سواء الاستاذ حامد عز الدين او الاستاذ سيد علي او الاستاذ ابراهيم عيسى او الاستاذ عمرو اديب، ثم نهايه بالزميل والصديق عادل السنهوري. استاذ عادل السنهوري خرج علينا اليوم في مقاله باليوم السابع بعنوان دفاعا عن ابراهيم عيسى. الامر لو انت بتتكلم زي ما هو بيقول ويستعير مقوله الفيلسوف الفرنسي الشهير فولتير، اختلف معاك في الراي لكني مستعد ان اقدم حياتي ثمنا لحريه تعبيرك او حقك في التعبير، مقاله كبيره جدا لعادل السنهوري. اللي استوقفني فيها اول حاجه انه يعتبر ما صدر من ابراهيم عيسى في حق النادي الاهلي ونعت جماهير النادي الاهلي بالنازيه، ولو كان في المانيا كان راح في داهيه، لكن لما يوصف جمهور الاهلي بالنازيه بهذا الشكل ويعتبر ده شيء او شكل من اشكال حريه التعبير يبقى لازم نقف، لانه حتى كمان عادل السنهوري بيستخدم لفظ اتهام النادي الاهلي واعلامه بالمكارثيه. مكارثيه ودخلنا جمهور الكوره في منطقه ثانيه. فولتير ايه العظمه؟ فولتير والمكارثيه والنازيه. المكارثيه ده جوزيف مكارثي، ده سيناتور جمهوري امريكي في اثناء الحرب البارده بين الامريكان وروسيا والمعسكر الشرقي، نشطت الحرب البارده قوي، فهذا السيناتور الجمهوري كان متعنت جدا جدا ضد الشيوعيين، فبدا يعمل تفتيش على ضمائر الامريكان وافكارهم مين شيوعي، فكل شويه يعمل عريضه الحقوا وزاره الخارجيه الامريكيه فيها فلان، ويقدم عريضه ب 2001 فيتم شطبهم، فبقت الاتهام بالمكارثيه تعبير عن التفتيش في الضمائر والافكار والانتماءات، فصارت عايز يتهم عادل السنهوري النادي الاهلي بانه يمارس هذه المكارثيه ضد ابراهيم عيسى، مش عايز يقول ابدا انه في اساءه لجمهور النادي الاهلي ما يصحش تحصل، وفي معلومات خاطئه ما يصحش تتقال. لكن الغريب جدا انه الصديق العزيز عادل السنهوري يتحدث عن التعصب الكروي، وانه الاهلي كده بيمارس نوع من ترسيخ التعصب على اساس ان هو محايد. ما يحدف عليك على اساس انه محايد، لكن اكيد لما هيسمع اللي هو قاله في قناه الزمالك هيبقى له راي في مين هو اللي بيستخدم هذا التعصب. نفكره، انا بؤمن دايما الذي يمثلني يعني كمصري المنتخب، يعني كل نادي يعني بيمثل نفسه في النهايه، هذه البطوله لو الاهلي خدها فها هتضاف له دولاب بطولاته يعني. لكن انت لا تشجع الا الزمالك. انا ما بشجعش غير الزمالك خالص حقيقة. ودماغك ما يعني ولا تتمزج ولا تتضايق الا من الزمالك. انا بصراحه لا استمتع باي مباراه غير مباراه الزمالك حتى هو بيتهزم. انا لا استمتع باي كوره محليه يعني غير في مباراه الزمالك فقط. الجزء اللي قبل السؤال ده كارثي، كارثي بمعنى الكلمه، هو موجود يجوز في المونتاج، حصل بس خطا في المونتاج، لانه كابتن خالد الغندور بيساله بكره الاهلي هيلعب مع الدحيل القطري، والكلام في عز الازمه مع قطر، وما اعتقدش ان كان في حد يقول الاهلي يتغلب من فريق قطري، لكن قالها عادل السنهوري في هذا الفيديو. قال له يعني انت مش عايز الاهلي يكسب؟ قال له بص لو كسب هقول لاصحابي مبروك، لكن انا ما بشجعش الا الزمالك وما اتمناش ان الاهلي يكسب. لا لا يلعب مع الدحيل القطري، الراجل اللي بيتكلم على ان الاهلي بيبص التعصب وبيثير الفتن، هو نفسه اللي بيتكلم على انه الاهلي لما يلعب ضد فريق قطري لا ما يكسبش، لانه الراجل ما بيشجعش الا الزمالك. شجع الزمالك براحتك، اكيد عندك اسبابك واكيد انت حر واكيد ان انت بتستمتع، لكن المجاهره
بهذا الشعور السلبي ضد الاهلي وهو بيلعب ضد فريق قطري في هذا التوقيت، اعتقد ده كان مش تعصب خالص، زي ما كانش كلام عادل السنهوري كمان بعد كده لحياد ولا موضوعيه. الاعلام الرياضي للاسف الايام دي يعني في ظل عايز اقول حاله السيوله في المواقع والاخره، يعني فكره بقى بلاش الحياد، مفيش حياد في الاعلام او المهنيه. طب المهنيه اسمها الموضوعي. كل واحد عنده انحيازه. بس ازاي تبقى موضوعي؟ لا، اصبح الاعلام الرياضي دلوقتي لا، يعني حتى هو بيتعامل مع الخبر انه لا اهلاوي ولا زملكاوي، انه لا بلاش الخبر ده ضد الاهلي، الخبر ده ضد الزمالك عشان خبر سيء. بقت الانتماءات هي المتحكمه. احنا لازم نعيد تاني الضوابط. احنا عندنا ازمه حاليا دلوقتي في الاعلام، لازم تحط ضوابط ولازم يبقى نرجع الاعتبار للمهنيه مره اخرى، وبالذات في الاعلام الرياضي، علشان كمان ما نديش فرصه للسوشيال ميديا، لانه في النهايه السوشيال ميديا يعني انا مش عايز اقول ما فيش حتى الان قوانين عايزين ضبط المساله، كمان اداء السوشيال ميديا ما دام اصبحت دلوقتي مصدر للاثاره حتى الفتن او الاخره، لازم في هناك ضوابط ليها ناخد بالنا منها من بدري بالتاكيد. فعشان كده بطالب ان يكون في هناك موضوعيه في الاعلام الرياضي بغض النظر اذا كان ضد انتمائي انا او لا. للاسف الوقت بيداهمنا، لانه لو حركنا الشريط لكلام السنهوري بيحط خطه ازاي الزمالك يقدر يواجه الاهلي اعلاميا، وازاي انه الموضوع ينتمي الى حرب الجيل الرابع. ممكن اقول له على الخطه؟ حرب الجيل الرابع، قال لك هي حرب الجيل الرابع ولابد من مواجهه بس الاكاذيب. اقول لك على الخطه دي، الغي 6-7 برامج في الاذاعه للزمالك عشان تعمل توازن. عشان تعمل التوازن. وفي التلفزيون. لكن بصوا، سيبكم من الكلام المطلق، الكلام على انه الاهلي بيتفوق عشان عنده فلوس في السابق واللاحق. شيكابالا كان ضيف مع الاستاذ عمرو اديب، فكل كلامه احنا ما بناخدش فلوس بقالنا سنتين، اللعيبه دول ابطال لانهم ما بياخدوش فلوسهم بقالهم سنتين، لكن لو عندنا الفلوس اللي عند الاهلي. ثم تلاقي جمله كده متلقحه شويه وما اعرفش بتيجي الفلوس منين، كنا هناخد بطولات، الاهلي بس اللي عنده فلوس. طب هو الزمالك ما عندوش فلوس؟ الاستاذ طارق جبريل امين صندوق نادي الزمالك وفي قناه الزمالك قال ايه؟ الدوري ده اتاخد بعد 5 سنين. الدوري ده اتاخد بعد 5 سنين. 5 سنين مظبوط؟ يعني بعد 5 سنين مفيش دوري. واللعيبه هي اللعيبه. بالعكس يمكن نقصت في الموسم في الاخير ده. اللعيبه تقريبا هي اللعيبه، هو نفس الكيان. مش كده؟ وكان في مدربين كويسين. سيبك بقى ان واحد مشي وكان في مشكله وكده، لكن في كان مدربين كويسين. وما كسبوش ليه؟ طب اشمعنى كسبوا دلوقتي؟ هم نفس اللعيب. هو ممكن حد يقول لك خدوا بطولات ثانيه وكانوا بيلعبوا ماتش سوبر او خدوا بطوله الكونفدراليه، يعني خدوا برضو بطولات، لكن حضرتك بتتكلم ان هم تاخد 5 سنين يقدروا ياخدوا. معلش انا اسف، النسبه الاكبر يعني حضرتك تصرف 1,600,000,000 وما تاخدش دوري في 5 سنين؟ ده معلومه من 1,600,000,000 يس ولا حضرتك بتقولها؟ ايوه واحد من الجمهور زي كده. لا ما بقولش مثلا، يعني حضرتك الامين صندوق بتقول اتصرف مليار و600,000,000 على الكوره في ال5 سنين اللي فاتوا. يعني انا نصرف ده غير دعم تركي آل الشيخ. 2 مليار ما كسبش دوري واحد. ومحيك ما تصدليش اصل الاتحاد ضدك، ومحيك ما تصدليش اصل الاتحاد ضدك، ومحيك ما تصدليش اصل الاتحاد ضدك. يعني حوالي بالدعم كده نعدي نوصل حوالي 2 مليار و₼ مثلا، ها، في ال5 سنين اللي يا عيني الاهلي معاه فلوس والزمالك ما معهوش فلوس. ده غير طبعا ده في الكوره بس. في الكوره بس. 2 مليار. 2 مليار؟ لا ده امين الصندوق 1,650,000,000 غير الدعم. غير الدعم. اللي هو يعني يقول 400 و500 كمان. يعني هل هذا يعني احنا اللي بنقول عايز تعرف، واللي بيقول لك عايزين نعرف فلوسه جت منين؟ الاهلي اللي مش عارفين فلوسه جت منين؟ الاهلي فلوسه في ميزانيته يا حبيبي. الاهلي فلوسه في البنوك يا حبيبي، مش في البيوت. الاهلي فلوسه في ميزانيته.
الاهلي فلوسه في الرعايه والبث التلفزيوني والوحده الاقتصاديه و و و و البنود المعلنه معلنه وكل يوم والتاني معلنه ومشهره بالاحتفاليات المتتاليه لهذه الوحدات الاقتصاديه اللي كل يوم يبتكرها النادي الاهلي. فاحنا ليه بنقول هذا الكلام؟ لان اللي حصل في الاهلي من المثقفين بقى يا استاذ ابراهيم شديد الخطوره، ويجب فعلا انك انت لا تتحول لضحيه وانت اللي بتدافع عن نفسك ويتقال لك ما تعملش كده، او يتقال لك بتعمل كده ليه، ده انت مش عارف ايه، وبعدين يقول لك والاهلي ونظريه المؤامره. نظريه مؤامره ايه؟ هو احنا دي اللي خلوها لبعدين بقى، ليه؟ اصل الموضوع ده كبير قوي. ده حلقه الخميس دهبنا الوقت، دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.